بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الأربعاء ستة عشر الفين واحد وعشرين من مجزر البساتين وبالإشراف على لحوم سكوك الأضاحي تم اليوم تحميل عدد خمستاشر طن من لحوم سكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية متوجهة إلى المدريات الآتية مديرية أوقاف الإسكندرية أربعة طن مديرية أوقاف الفيوم أربعة طن مديرية أوقاف أسيوط أربعة طن مديرية أوقاف الجيزة ثلاثة كل عام وحضراتكم بخير